اهلا وسهلا بمتابعي قناه شوف تي في. في هذا البث المباشر من مدينه الرشيديه، جوله متابعي قناه شوف تي في من اشهر الاحياء بالمدينه صباح يوم العيد، عيد الفطر. عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بالف خير. يعني كيف ما كتعرفوا متابعي قناه شوف تي في، كل صباح العيد الا وكنشاهدوا الحمد لله الوليدات الصغار واطفال يعني الاحياء والمدن والقرى ومتابعي قناه شوف تي في، واللي كيكونوا فرحانين باليوم ديال العيد، وكذلك حتى حنا الحمد لله كنكونوا فرحانين. كل المغاربه داخل الوطن وخارج ارض الوطن متابعي قناه الشعب الا وكيفرح فرحه كبيره بيوم من ايام الله الحمد لله يوم العيد. هذه هي الاجواء متابعي قناه شوف تي في من قلب مدينه الرشيديه ومن اشهر الاحياء بمدينه الرشيديه، الا وهو حي ترقة الجديده. عيدكم مبارك سعيد متابعي قناه شوف تي في، وكل عام وانتم بالف خير. هذه الاجواء متابعي قناه الشعب، يحييكم ايضا من بعد قناه شوف تي في بجهه درعه تفيلات، ويقول لكم عيدكم مبارك سعيد وكل عام وانتم بالف خير. متفائله عيد مبارك سعيد، تعيدوا تعاودوا ان شاء الله باش ما تمنيتي ان شاء الله. تبارك الله عليك والشكر موصول لك. متفائله ما كرهناكش انك الاخت العزيزه انك تقولي لنا اش من مدينه منين كتابعي معنا هذا البث المباشر. حتى نحيي كل المدن المغربية الحمد لله اللي كنحييهم من طنجة للقويرة، وأيضا نحيي الجالية المغربية المقيمة بالخارج في كل بقاع العالم، يعني من قلب مدينة الرشيدية. هذه الأجواء متابعي قناة شوف تي في، ومن أشهر الأحياء بالمدينة ترقة الجديدة، واللي كيعرف وكيشهد يعني واحد الكثافة اللي هي سكانية كبيرة. في هذه الاثناء متابعي قناه شوف تي في لا كنشاهدوا الوليدات الحمد لله بقلب لباس جديد اللي كيعم يعني اللي كيعم مدينه الرشيديه. زيد على ذلك الحمد لله على وجول الساكنه الحمد لله بالجلباب التقليدي والزي التقليدي اللي كتمتاز به ايضا حتى مدينه الرشيديه. مالك المدني وساكنه المحمديه والدار البيضاء، احييك من قلب مدينه الرشيديه. صباح الخير وعيد مبارك سعيد وكل عام وانت بألف خير، الأخت ملاك المدني من ساكنة الدار البيضاء. متفائلة من مدينة تطوان، أحيي ساكنة تطوان العالية، تبارك الله عليكم الناس ديال الشمال. أحيي ساكنة تطوان طنجة وكذلك كل المدن المغربية. هذه الأجواء متابعي قناة شوف تي في من قلب أشهر الأحياء بالمدينة صباح يوم العيد، عيد الفطر. أجواء اللي هي رائعة، وكاين اللي فينا في الحقيقة اللي ما شافش النعاس. هاد الأجواء يعني الحمد لله، الحمد لله ونشكر الله، والله الإنسان يحمد الله ويشكر الله لأنه كيفيق على هاد الأجواء وكينعس وربي كيطول العمر. هذا هو الأساس. شوف الانسان كينسى بزاف ديال الحوايج، كينسى هم الغلاء، كينسى هم شحال من حاجه، ولو ان عديد من الاسر اللي تحرمات من اللباس ديال الوليدات ديالها، تحرمات من بزاف ديال الحوايج، لكن الحمد لله ربي كبير، ما حد الانسان عايش والا ربي كييسر. هذه الاجواء متابعي قناه الشعب من اشهر الاحياء اللي كنتمنوا ان مجموعه من الاشياء ما تنتطرش بمدينه الرشيديه وباقليم الرشيديه ككل. الوليدات الصغار الحمد لله فرحانين، الشباب فرحانين، وكذلك الكبار وكل شيء فرحان. كنتمنى ايضا في هذا اليوم المبارك انكم تصلوا الرحيم، لان صله الرحيم في هذه الايام المباركه الا وكتكون جميله ورائعه جدا، وربي كيسهل امور اي واحد يعني دار صل الرحيم. تبارك الله عليك، يعني تبادل التحيه متابعي قناه شوف تي في، وايضا تبادل السلام، وما كاين ما كتسمع فقط غير عواشر مبروكه عواشر مبروكه. هذه هي الاجواء متابعي قناه شوف تي في، واللي كنبغيو انها دائما كل يوم يكون عندنا عيد، وكل صباح وكل مساء يكون عندنا عيد. نحيوا بعضياتنا، نسلموا على بعضياتنا، وكذلك نزوروا اقاربنا واحبابنا واسرنا واصدقائنا، نزوروهم ونحيوا الرحيم، لان الانسان ما كيعرفش من وقيته فوقاش غادي يقدر يمشي.
لهذا كنتمنى من الله وكنتمنى ايضا حتى من ساكنه كل المملكه المغربيه العلويه الشريفه انهم يزوروا الاقارب ديالهم. اكيد المسامح كريم ولو انك يبقى الاثر شويه قاسح وكبير، الا والحمد لله المسامح كريم ربي اللي خلقنا وكيسمح. هذا هو الاساس. الحمد لله اننا كنشوفوا مجموعه من ساكنه مدينه الرشيديه ولا كتستقبلها الصباح يوم العيد كتستقبلوا فرحه وابتسامه اللي هي كبيره. كنتمنى انه يدخل عليهم هذا النهار بالصحه والسلامه ان شاء الله وطوله العمر، وايضا كل المتابعين اللي معنا وتبارك الله عليكم. شكر موصول للاخت ملاك المدني واللي دائما كتكون معنا في السراء وفي الضراء وفي الاعياد وفي كل شيء تبارك الله عليها، واللي كنحييها من قلب مدينه الرشيديه الى العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء. وأيضا أحيي ساكنة تطوان طنجة وإلى كل المدن ديال الشمال من طنجة الحمد لله للكبيرة. كنعتذر للمتابعي قناة شوف تيفي لأن مجموعة من التعليقات ديال المتابعين إلا وكيف طلعوا عندي يعني في المرأة تيفي وليس في شوف تيفي لايف. لهذا كنحيي كل المغاربة، كنحيي كل اللي كيتابع معنا هذا البث المباشر من قلب مدينة الرشيدية. يحييكم بعود قناة الشعب ويقول لكم عيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير. أجواء حاليا متابعي قناة شوف تيفي شيئا ما مشمسة بمدينة الرشيدية، ولكن الحمد لله أجواء رائعة وسلام نقي وابتسامة نقية، واللي كنتمنوا أن يكون أيامهم ويكون صباحهم ويكون مساءهم كله أي صباح ومساء وعيد إن شاء الله لكم الجميع. تقبل الله استسمعي تبارك الله عليك تقبلوت، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بألف خير. تبارك الله عليك سي إسماعيل، منين كتشاهدنا سي إسماعيل تبارك الله عليك. أجواء رائعة وجلباب تقليدي بامتياز للمملكة المغربية العلوية الشريفة، واللي دائما في كل عيد أننا كنشوفوا الحمد لله الجلباب المغربي حاضر وحاضر بقوة. شوارع المدينة متابعي قناة شوف تيفي في هذه الأثناء يعني شيئا ما خاوية، لكن الأحياء وتبادل السلام في الأحياء وبين الأسر الحمد لله كاينين، واللي كنتمنى أنهم ينضطرش. الشكر الجزيل لكل المتابعين والمتابعات. يحييكم بعود قناة شوف تيفي بجهة درعة فيلالت ويقول لكم مرة أخرى عيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف ألف ألف خير. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال بإذن الرحمن إن شاء الله. أكيد متابعي قناة شوف تيفي في هذه الجولة إلا وكان تبادل التحايا، هذه هي صلة الرحيم. الإنسان يتبادل التحايا، يصل الرحيم بالهاتف، لا استطاع أنه يمشي صلة الرحيم في هذه الأيام المباركة إلا وكتدخل على الإنسان الرزق كبير. والله إلا الإنسان كيفرح القلب ديالو والروح ديالو كتنتعش. اللي كنتمناو كيف ما قلنا نتمناو من الله انه ما تنقاطعش يعني هاد صله الرحيم وتبقى الحمد لله باش نكلموا الاحباب ديالنا والاسر ديالنا، لان اجواء العيد الحمد لله كنتمناو فقط ماشي غير في اجواء العيد، صله الرحيم في كل شيء كل يوم. كيكونوا ايضا تصور تذكاريه، وليدات فرحانين، كل شيء فرحان، هذا هو الاساس. ملاك المدني الشكر موصول ليك اختي، ما عندي ما نسالك. وحيي ايضا بدوري احيي كل الاسره الصغيره ديالي ايضا، احييها من القلب واقول لها من منبر قناه شوف تيفي يحييكم ابنكم ياسين حسيني ويقول لكم عيدكم مبارك سعيد وكل عام وانتم بالف خير. كل من الام ديالي والاب ديالي والاعمام والخوال والخوت وكذلك وأسرتي الصغيرة
من زوجة وبنت أميرة حسيني. والشكر موصول لكل المتابعين والمتابعات داخل الوطن وخارج أرض الوطن. إسماعيل تغبل تبارك الله عليك، يحيينا أيضا من العاصمة العاصمة الاقتصادية. هذا هو التحايا اللي كنبغيو، هذا هو الحب اللي كنبغيو. سلام وأجواء اللي هي جد رائعة. الشكر موصول لكل المتابعين والمتابعات. أجواء اللي هي رائعة ومثيرة، من أشهر الأحياء بمدينة الرشيدية، ألا وهو حي ترقة الجديدة. أحييكم مرة أخرى متابعي قناة شوف تيفي، وأقول لكم عيدكم مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بألف خير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وصالح الدعاء وصالح الدعاء. وإن شاء الله متابعي قناة شوف تيفي إلى بث آخر وموضوع آخر بإذن الرحمن.